عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام، رمضان مبارك كريم عليكم، ينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالهنا إن شاء الله. راح نبدأ اليوم إن شاء الله يا ربي في أطباقنا الرمضانية. نبدأ بالحريرة، الحريرة تاع الغرب تاع تلمسان يعني بالضبط. أسمع، راح نحتاجو في هذا الطبق، نحتاجو عندي هنا 3 حبات تاع طوماطيش مقطعة، 2 حبات تاع زرودية كبار ملاح، نستحق حبة صغيرة تاع البطاطا مقطعة، نستحق حفينة صغيرة هكذا تاع الحمص، ربطه هكذا تاع الكرافس غير شويه ما تكتروش بزاف، والقزبر اللي هو تاع الحريره. هنا انا عندي كميه تاع اللحم يعني اختياري، تقدروا تعملوا دجاج، تعملوا لحم غلمي، تعملوا العدومه، تعملوا اي حاجه موجوده عندكم، يعني ماشي حاجه يعني غير للبنه برك. هذا مكان عندي زبده، عندي الزيت والملح، نبداو على بركه الله. هنا انا في لاكوكوت تاعي نعمل شويه زبده، انا نحب نطيب بالزبده شويه هكذا، نزيد عليها شويه تاع الزيت هكذا، نحطو كامل الخضر تاعنا على ضربه هكذا في لاكوكوت مع اللحم يتو، يكونوا بيان سور نقيين مغسولين بيان كوم يلفو هكذا، نزيدو الحميصه هكذا. بالنسبه للتوابل هنايا انا ما ذكرتهم لكمش، للتوابل نحتاجو هنايا فلفل احمر، فلفل اسود، عود تاع قرفه كبير، اسكنجبير، معلقه كبيره نتاع اسكنجبير، ومعلقه كبيره نتاع كرويه. نحطو كل شيء في ضربه هكذا مع بعض، نزيدو الملح، نملحو مليح. من بعد ما ملحت هاد الكميه هاد الخضر اللي درتها بالحروج والحشيش كلش، نحطهم يتقلاو فوق النار بيان كوم يلفو. انا قبل ما نشعل على الكوكوت تاعي نزيد 2 حبات تاع بصل متوسطين، يعني انا نسيت ما ذكرتهم لكمش، نورمالمون نزيدهم مع لي ليغوم في الاول عاده، ونشعل نقلي كلشي مع بعض. انا من بعد ما تقلى عندي كلشي كيما راكم تشوفوا هكذا، الخضره الحميتو، راح نمرق بماء سخون. هاي ليك انا مرقت الكميه يعني اللي تكفي كما راكم تشوفوا هكذا ودروك نغلق انا لاكوكوت تاعي هنايا ونخليو كل شيء طيب. الى ما الحريره تاعنا راهي طيب، راح نتاكلوا المرحله الثانيه اللي هي الخبز، راح نعملوا الخبز مع بعض. هنا عندي حوالي ملعقه كبيره ونص تاع الخميره الفوريه اللي هي تاع الخبز، راح ندفع عليها واحد الكاس تاع الماء دافي، نخليوها واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق هكذا. ودركا راح نزيدو عليها حوالي يعني معلقه مش عامره تاع الخل عادي بيد ولا نورمال هكذا ماشي معمره تاع الخل. عندنا هنا حوالي 600 غرام تاع لافارين، نحطوها كامل، نحطو كل شيء مع بعضه، معلقه تاع الزيت، الملح. انا راح ندفع الخليط يعني حفنه صغيره تاع السانوج حاجه قليله، ونحط كل شيء في البول تاعي ونخليه يتخلط. من بعد ما طرب لي مليح في الربو، انا نحيته كيما شفتوا وحطيته لهنايا، شوفوا القوام تاعو يكون مطلوق هكذا، شوف يعني يكون مطلوق ما نقدوش نتحكموا فيه، ونبداو نخدموا بايدينا هكذا يعني نطربوه هكذا من كامل النواحي، نطربو مليح وحنا نغمسو ايدينا في الماء هكذا. انا هنا طربتها حوالي واحد 3 دقائق حتى قعدت تعمل لي هذا النبابل كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، كي قعدت تبوق خلاص نحبس. انا هنا راح نغطيها بان فيلم اليمونتير ونخليوها تخمر. هذه الحريره ديالي من بعد ما طابت وصفيت، نحيت منها هذاك اللحم والحشيش والعود تاع القرفه، هذو حطيتهم على جنب، وبقالنا غير هذيك الخضره هكذا كما راكم تشوفوا غير الخضره. انا هنا راح نطحنها، عندي لوبغا ميكسور، نتوما الا عندكم هذيك يعني هذيك اللي ترحي اليدويه تاع بكري هذيك يعني احسن حاجه، راح نرحي. من بعد ما طحنتها ورديتها فوق النار كامل، هنا عندي يعني تقريبا 2 جمعة الأكبر تاع الفارينة، حطيت معها مكعب ما هكا جومبو تاع الغلمي، ومعلقة كبيرة نتاع الكروية. احنا بقى نضيف لها في الماء كي من هكذا حتى كي نحلها كامل،
هانتا غير بالعقل حتى كنحلها. هنا كي تبدا تغلي الحريره تاعي هكذا كما راكم تشوفوا، نضيف عليها هذاك الخليط ضربه واحده نتاع الفارينه والجومبو والكرويه هكذا، ونخلط مليح ونخليها تزيد تغلي هكذا بلا ما نحضر الراست. انا هنايا عملت مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري هكذا، حليتها بشويه البويون تاع الحيره تاعنا هكذا، جست حليتها برك. ودروك راح نضيفها هي ثاني هذه الطوماطيش كونسونطري تاعي هكذا، ونخلي كل شيء يغلي مع بعضه. من بعد ما غلات عندي الغليه الاولى، هنا انا عندي حوالي ملعقتين تاع التشيشه، هاي دي التشيشه اللي ما يعرفهاش، هذه هي غسلتها مليح وصفيتها، وراح نضيفها من بعد ما يغلي هكذا، ونعاود نخلط ونخليه يغلي على راحته هكذا حتى يغلي مليح. وفي الاخير وهي تغلي نزيد نضيف عليها هكذا ان بوكي نتاع الاصبر هكذا، فوالا نتحيوه ونخليوه حتى تذوب لنا ديك التشيشه حوالي 5 دقائق ونطفيو عليها. هنا عندي حوالي يعني نص معلقه كبيره تاع نعناع، نعناع تاع لاتاي يابس، وحكيته بيديا مليح مليح. اللي راح نضيفوه على الحريره تاعنا هكذا وحنا مطفيين النار، سي بون حنا هنا الحريره تاعنا راهي حضرت هكذا خلاص، يعني كمرحله اخيره كان النعناع هاديك، هذه الحريره تاعنا حنا صاي طفينا عليها ودرنا هذاك النعناع في الاخير. الخبز ديالي من بعد ما خمر كما راكم تشوفوا ها ولا هنا، انا حطيت هنا قدامي شويه تاع سميد فا والقراصه اللي نحط فيها الخبز تاعي يرتاح. بسم الله هكذا نفخ يديا بالعقل كما راكم تشوفوا هكذا غير بالعقل هكذا، بسم الله هو جاري يعني بصح ما راحش يغبنكم خلاص، هاولي شوف هكا ونحط قدامي هكذا برا ونكمل. هذه الزوجة تاعي شوفوا كيما الاولى نفس الشيء هكذا، ندورو نعاود نقلبوها في السميد تاعنا ونعاود نرفدو ونديرو الجوانب هكذا وننفضو الاكسيدون، ونحط انا عندي هنا كراسة سبيسيال دايرتها غير الخبز. احنا هنا ما نقرصوش يعني ابان شويه هكا نحلوه نخليوه هكذا يرتاح، نخليوه يعاود يخمر للضربه الثانيه. نخمر لي الخبز وحطيته فوق النار، هنا نرش عليه شويه تاع الماء كيما راكم تشوفوا ونسمخ يدي، وهنا عاد نقرصو باسكو الا تفكرتو حنا ما قرصناهش في الاول، هنا نقرصه بالماء ونديرو تقبه في الوسط هكذا، نقرص بالماء نطيبوه من تحت برك، كي طيبنا من تحت ندخلوه للفرن. ايوي هنا هاد الخبز يطيب مرتين، يطيب فوق النار ويطيب في الكوشه هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا هاك. هاولي كي بدا يطيب لنا الخبز تاعنا، انا هنا طابلي من تحت طابلي بيان كوم يلفو، راح نفده كيما راه وندخلو في الفور درجة الحرارة تكون عالية لو ماكسيموم، ونشعلو غير من الفوق ما نشعلوش من تحت. هاوليك الخبز تاعنا من بعد انا ما هبطتو للفور من جهة الفوقانية كما راكم تشوفو، وشعلتلو على اقصى درجة 300، عندي 300 عملتلو 300 كما راكم تشوفو، الماء يساعده باش يبوق ويحمر هكذا، انا بايلو شوية من الوسط الخبز تاعنا كما راكم تشوفو راه طاب. هاوليك هكذا جاني هكذا هشيش وطري شوفوا فوالا جاي هبل هكذا شوفوا نطويوه ينطوى هايديك، راح نسيي نقسم لكم وحده لا خدمي لا والو غير هكذا راح نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جا الخبز ديالي شوفوا شوفوا هايده هاوليك الخبز تاعنا تاع نهار اليوم جا فارغ من الداخل وخفيف الله الله كيما راكم تشوفوا
هكذا ان شاء الله تجربوه وينجح معكم انتما الثاني. اعزائي الكرام، هذا الطبق راح نحتاجه. عندي هنا بطاطا تكون شويه كبيره ماشي صغيره بزاف، نستحق امول كيما هكذا كيما كتشوفوا. نعطيولها فرن شباب، الحبه نقسموها على زوج ونعملو دي غوندال، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش ثاني اخفاف هكذا، يعني يكونوا شوفوا هذا السمك كيما هكذا هكذا. هاي اللي كان بعد ما قصيتهم كامل كيما راكم تشوفوا دوائر، راح نملحهم ونقليوهم كما نقليو لي فخيت نورمال. وهادو انا اللي بقاو لي هكذا نتاع البطاطا حتى هما راح نقليهم، راح نشوف مع بعض اسم احنا نعملو بهم. هاي ديك البطاطا تاعنا من بعد ما قليتها حطيتها في السوبالا تشرب هكذا، وهذوك البقايا قطعتهم شويه شويه حتى هما قليتهم، راح نحطهم على جنب. للحشوة راح نحتاجو هنا عندي ان مورسو دو سومون فيمي، عندي مايس، عندي زيتون مقطع شويه شويه، عندي لو فرماج، عندي بصله رابي، هذا راح يكون للحشو. انا قليت البصل تاعي هكذا شويه، هنا كي يبدا يطيب راح نضيفو عليه الزيتون والمايس، وزدت هذيك البطاطا اللي قليتها ونخليهم يتحروا شويه هكذا على نار مهيله. هنا انا راح نضيف شويه تاع ثوم بودره وشويه تاع فلفل اسود والملح، هذا مكان. هنا من بعد ما طاب الخليط تاعي شويه من الابيض، في الاخير مرحله اخيره نضيف الصومون، يعني الصومون نخليوه اخر حاجه. من بعد ما ضفت الصومون راح نزيد حوالي معلقه تاع لاصوص صوجا نمدونها بنينه. الخليط تاعي من بعد ما طاب انا راح نخويه لهنا باش تسهل عليا الخدمه هكذا. راح نزيد عليه الفخوماج وحبه تاع البيض، حبه ماشي كثر. راح نخليوها على جانب ونبداو في تشكيل الوريدات ديالنا. هنا عندي المول كيما وريت لكم هكذا، وعندي البطاطا تاعي نرفدو حبه بحبه هكذا ونلصقو في الجوانب هكذا وحده ونخالفو وحده، الاخرى تجي فوقها، نحاول نختاروهم يكونوا قد قد هكذا. شوفوا رانا نخالفو هكذا وحده مخالفه وحده هكذا، تجي طالعه شويه على المول. فصل المول كي يكون صغير هي البطاطا بوحدها تجي طالعه هكذا، نخالفو حتى يعطينا هذاك الفورم نتاع الورده هكذا. ونحط الخليط تاعي في النص بهذه الطريقه هكذا، ما نعمروش حتى الفوق، يعني غير على حساب المول وين يوصل. هذا مكان هكذا كما راكم تشوف. نعاود وحده اخرى معاكم، نرفدو حبات على البطاطا هكذا نلصقوها، والاخرى تجي فوقها شويه هكذا مخالفه، ونكملو حتى نكملو كامل الدائره تاع المول تاعنا. ولكن ضروري المول تاعنا يكون يدخل للفور. اما بالنسبه للحشو تقدروا تعملوا اي حشو تحبوها نتوما، ماشي شرط تعملوا كيفي انا، يا راكم تعرفوا تقدروا تعملوا بلي زيسكالوب، تعملوا بالكفته، تعملوا بالبطاطا والمايس بوحدها تجي تهبل تجي شابه مع شويه تاع الفرماج والبيض، تجي تاني شابه بالسوسيسون كاشير، يعني الحشوات مختلفه كل واحد يعملها سما توفر عنده يعني في الدار. انا نعطيكم لي زيدي وابخي نتوما سما تحبوا تعملوا، يعني هذاك راجع لكل وحده فيكم في المنزل تاعها والفريجيدار تاعها سما فيه. فوالا هذه هي هكذا، ما تكبروش يعني ما تطلعوش حتى الفوق باش هذاك الفورم تاع الورده يجينا باين. انا راح نكمل هامليك من بعد ما كملتهم، انا راح ندخلهم للفور باش يطيبوا. درجه الحراره تكون على 180 درجه، ما راحش يديو لنا اكثر من 10 دقائق ويطيبوا. ونشوفوا جميع الوصفات اللي طيبناهم مع بعض، نشوفوهم في سفره التقديم ان شاء الله. احبائي الكرام، كانت هذه الطابله تاعنا تاع نهار اليوم اللي عملناها مع بعض. هذه هي الحريره ديالنا كما راكم تشوفوا، هاي ليك كيفاش جاتنا، جات شابه جات تهبل. وهادو الوريدات تاعنا اللي عملناهم بالصومو والزيتون مايس والفخوماج ايتو. ان شاء الله انا نقول لكم صحه فطوركم ورمضان مبارك للجميع، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.